ميريام أوزرلي كانت نجمة السوشيال ميديا بدون منافس باليومين الماضيين من بعد الفيديوهات يلي انتشرت من رحلتها الأولى للسعودية ويلي بدأتها من جدة ورح تنهيها بالخبر. وهي سبقت هاي الرحلة بفيديو نشرته على إنستغرام عبرت فيه عن حماسة الكبير لمقابلة جمهورها بالسعودية. والملفت بهذا الفيديو كان ارتداءها للحجاب احتراماً لقوانين وعادات المملكة. Hey guys, it's Miriam. I'm traveling through Saudi Arabia the next upcoming 3 days. بالحجاب أطلت لأول مرة على جمهور السعودي لتخبرهم زيارتها، ولما وصلت على جدة لبست عباية من المصممة هيفاء فهد واللي ميزها ألوانها والبلت على الخصر. وهاللوك لفتت انتباه الكتار والكل تحدث عن جمال إطلالتها فيه وبالحجاب، ورجعت طلت بعباية سودة مطرزة بالذهبي من الأطراف من المصممة منار الراوي وزينتها بطقم من الألماس من مجوهرات الحربي، وهيك استقبل جمهورا نسائي. ويبدو أنها ما كانت تتوقع هالعدد الكبير من الجمهور، لهيك كانت مصدومة وقت دخولها والضحكة ما فرقتها. وبعدين بدأت تشرح لهم عن الميك اب كيت يلي بتسوق له وحكت لهم سر وجود مسكرتين فيها وهني وحده للام ووحده لبنتها يلي اكيد بتحب تقلدها. وبعد ما عملت لقاءات مع الصحافه اخذت صور مع كل الموجودين، وبعد كل صوره كانوا الفانز يعبروا لها عن حبهم لها. ومن جدا انتقلت ميريام للرياض يلي اندعت فيها على حفلة خاصة، ومن المطار نشرت هالصورة. وهالمرة إطلالتها كانت ملكية بعباية مكونة من 2 pieces بميزة تصميم الحجاب فيها والشك أيضا من المصممة هيفاء فهد. وأجواء الاستقبال كانت شبيهة بمسلسل حريم السلطان، ويبدو أنه هالشعور كان عندها كمان، فنشرت هالفيديو يلي قدر يحصل بيوم واحد على أكثر من 285,800 مشاهدة. ميريام نشاطاتها ما رح تتوقف، فمن بعد ما تنتهي من رحلتها للسعودية رح ترجع على الإمارات مرة تانية لتقابل جمهورها بدبي.